مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من السادسه، وانا عارف انه لا حديث يعلو فوق صوت قبل النهائي، صوت الاهلي والترجي يوم الجمعه. ميعادنا ان شاء الله هيكون في استاد القاهره، واحد في انتظار تابلو رائع وراهن بشكل كبير جدا على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه الملايين اللي عندها رغبه في حضور المباراه انها تقدم لنا تابلو رائع كعادتها دايما في مسانده الفريق، حتى وان كانت من وجهه نظر كثير من الجمهور نتيجه المباراه او نتيجه المواجهه شبه محسومه. ده لا يقلل ابدا 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 من امكانيات ولا قيمه ولا حجم ولا تاريخ نادي الترجي. يا جماعه بتلعب مع نادي بطل، نادي عنده كبرياء، اتجرح بشكل كبير جدا في مباراه الذهاب، واكيد اكيد جواه مشاعر، عنده رغبه على اقل تقدير في رد الاعتبار وتحسين الصوره. مخطئ من يتخيل ان مباراه الجمعه الجايه مجرد نزهه للنادي الاهلي، بالعكس واحده من اصعب المباريات، وان كانت خلينا نعترف ان حظوظنا افضل بكتير وفرصنا اعلى بكتير من نادي الترجي. هنتابع مع حضراتكم عوده الفريق النهارده لاستعداداته بعد راحه 48 ساعه، ونشوف اخبار المواجهه ايه بالنسبه لمستر مارسيل كولر. هيشرفنا النهارده كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي.